في الذكرى 59 لعيد الجمهورية احتفال رسمي بمجلس نواب الشعب وسط عزم على تكريس مبادئ الجمهورية وتجسيد قيم الديمقراطية. عودة حركة المسافرين عبر معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا بعد توقف لساعات إثر تعطل ختم الجوازات من الجانب الليبي. القمة العربية 27 تختتم أعمالها بتأكيد العزم على توحيد الجهود من أجل مكافحة الإرهاب ومركزية القضية الفلسطينية. مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية لكم جميعا وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. يوم الخميس 25 جويلية 1900 57 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية. إذن 59 عاما مضت على إعلان النظام الجمهوري، الجمهورية هدف طمحت إليه أجيال من التونسيين وحلم رواد قادة الحركة الوطنية وزعماء الإصلاح على مر السنين، وتتويج لمسار نضالي وطني خاضه الشعب التونسي ضد الاستعمار. بمناسبة هذه الذكرى احتضن مجلس نواب الشعب موكبا احتفاليا بحضور الرؤساء الثلاثة، مشهد استعرض وشهد استعراضا عسكريا قدمته نخبة من الجيوش الثلاثة، حيا بعدها الرؤساء الثلاثة العلم على أنغام النشيد الوطني. سيد الرئيس، مرحبا بك في رحاب مجلس نواب الشعب. عندك الحق، ونهنيك بعيد الجمهورية. بالحق نهنيك ونهني تونس ونهني كل التوانسة بالعيد هذا. تونس في حاجة إلى أن كل أبنائها أنها يمروا ديما للمستقبل ويلموا بعضهم، لأن في حاجة لهذا إن شاء الله، والظروف تفرض هذا. لكن بالرغم من كل هذا، المستقبل إن شاء الله يكون يعني في مستوى الأمال، والشعب بتاعنا كافح كثير. ولكن الآن يعني يلزمنا يتمتع بالإنجازات اللي حققها هو الحقيقة في الفترات المختلفة. عيد الجمهورية 59 يأتي بعد نحو سنتين من دخول تونس حقبة جديدة من تاريخها. الجمهورية الثانية ولدت باستكمال دستور 2014. بهذه الفرحة دخلت تونس حقبة جديدة من تاريخها إثر المصادقة على دستور الجمهورية الثانية، نص نقل تونس من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، وقطع مع مركزية النظام الرئاسي السابق، وجعل الحكومة مسؤولة أمام البرلمان وتحت رقابته. عقد دعم مفهوم الدولة المدنية، مدنية الدولة التي تقوم على إرادة الشعب وعلوية القانون، حمى حرية الفكر والرأي والتعبير والصحافة، وكرس استقلالية السلطة القضائية، كما شرع لدسترة خمس هيئات وأعلى قيم الديمقراطية. هو دستور الجمهورية الثانية. بعد أن أنهت الثورة حقبة الجمهورية الأولى، جاء دستور الجمهورية الثانية ليكون عقدا اجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا جديدا، شمل توضيحا لعلاقة الدين بالدولة، وكرس ضمان الحريات والحقوق الأساسية، ومنها حرية المعتقد وضمير التي أثارت جدلا واسعا داخل المجلس التأسيسي وخارجه. الانتقال من دستور الجمهورية الأولى لدستور الجمهورية الثانية لم يكن انتقالا سهلا سلسا، بل كان مخاضا طويلا عسيرا تجاوز السنتين، فقد عرف الدستور نسخا عدة كانت محل انتقاد من عدة قوى سياسية، ما ساهم في تطوير النص عبر توافقات الأحزاب والقوى المدنية. كما ساهم الشارع التونسي في نحت ملامح هذا النص، ودافعت نساء البلاد عن حقها في المساواة مع الرجل، مثلما دافع الشارع في اتجاه تكريس التمييز الإيجابي
إيجابي للجهات المحرومة. نص دستور الجمهورية الثانية على تحقيق أهداف ثورة الحرية والكرامة، ونص على لا مركزية السلطة، وكرس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووازن بين نفوذ الحكومة ونفوذ رئيس الدولة، كما دفع في اتجاه تجسيم ديمقراطية محلية أساسها اختيار الشعب والمواطنة، ديمقراطية في انتظار التجسيم. النص الذي صدق عليه المجلس في 27 من جانفي قبل سنتين فتح الباب لممارسة جديدة للسلطة والنفوذ والحقوق، ومهد الطريق أمام سنوات طويلة من عمر الجمهورية الثانية. ذكرى عيد الجمهورية يتحدث عنها تونسي باختلاف الأعمار بين معايش لها وبين عارف بقيمتها وبين من يجهلها. كاميرا الأخبار رصدت مختلف الأراء ومظاهر الاحتفال التي كانت ضبابية في العاصمة. أنا العزم والوقفة الصامدة وما أنجبت تونس الخالدة. في عيدها، في عيد جمهوريتها، عيد سيادتها، عيد حريتها، عيد الوطن مكان الديار، وعيد المواطنين بدل الرعية، تصدح الأصوات تغزلا بالوطن، ويرفرف العلم فخرا بالمكسب الجلل. في الذكرى 59 لإعلان الجمهورية، في الذكرى 5 بعد الثورة، وفيما يفخر البعض بهذا العيد ويحتفلون به على طريقتهم، يجهل البعض الآخر معانيه أو حتى مفهومه. عيد قومي، عيد قومي نحتفل به كل سنة. فما عيد اليوم ونشوف فيه العيد، ما عمل ماشيين ونزيدوا هذا تو تشوف فيه هذه عباد عيد، هذا عباد فرحانة تشوف فيه عيد الجمهورية. شنو هو عيد الجمهورية؟ بلاتي من هو ما عرفش شنو فيشتا. علاش فيشتا؟ لا نعرف. الذكرى 59 لإعلان الجمهورية، وإن بدت احتفالاتها باهتة فقد اختلفت آراء التونسيين بشأنها. فبين الجمهورية الأولى والجمهورية الثانية وراهن البلاد ومستقبلها يتلخص العيد. هو بداية عيد الله، هي ذكرى عيد الجمهورية 57، كانت بالانتخابات، أنت ربما صغيرة، عملنا انتخابات، شكون يحب ملوكية، شكون يحب جمهورية، فوقت الجمهورية. هذه مؤسس الجمهورية، هذه هي الجمهورية، هاي الجمهورية وين؟ وقتها هنا جمهورية ثانية، أنا هي الجمهورية الثانية، وين موجود؟ احنا ما أنا في حتى جمهورية، احنا عايشين في سراب. بورقيبة مشى، زين مشى، غيره مشى، بقينا نحافظوا على الراية التونسية. هاي جمهورية؟ علاش احنا في جمهورية؟ احنا ماناش في جمهورية. احنا في لا فما جمهورية ولا فما كسب ولا فما حد شيء، لأن القيم والمبادئ والأخلاق والوعي تاع المجتمع ومتاع الخدمة والعمل ما فماش، ما همش موجودين. ما زلنا نحب نأسس الجمهورية المثالية، ما نحبوش الجمهورية المثالية الموجودة في القدم، أما حاجة جديدة فيها مجتمعنا، فيها من ذاتنا، فيها من أصالتنا، فيها من عروقنا، فيها وفاء للقديم وفيها تطلع للحاضر والمستقبل إن شاء الله. 25 من جويلية مع مراعاة فارق 59 عاما بين 1957 و2016، ذكرى استحضار الماضي، ذكرى تدعيم استقلال الدولة وسيادة الشعب، ذكرى سيادة، ذكرى بناء، ذكرى اعتزاز، ذكرى وطن. يوم الخميس 25 جويلية 1957 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية. وتتزامن الذكرى 59 لإعلان الجمهورية مع إحياء الذكرى 3 لاغتيال محمد البراهمي النائب بالمجلس الوطني التأسيسي ومؤسس التيار الشعبي، الذي تم اغتياله أمام منزله في 25 من جويلية 2013. محمد البراهمي عضو المجلس الوطني التأسيسي يغتال في يوم رمضاني تزامنا مع عيد الجمهورية. نشأ شهيد الوطن الحاج محمد البراهمي في هذه البيئة الريفية الهادئة في قرية الحشانة من ولاية سيدي بوزيد، عندما ولد في 15 من شهر ماي سنة 1955. إن المكان والزمان والمشهد أولى لبنات بناء شخصية الفرد. أما منزل العائلة الجديد فقد كان نقطة ارتكاز سياسي وتنظيمي،
واجتماعات دؤوبة للبراهمي حين بدأ آخر مسمار يدق في نعش النظام المخلوع. سياسيا بدأ من أكثر العناصر الفاعلة في تنظيم الطلبة العرب التقدميين في العام 76 و900 وألف، ثم أسس حركة الوحدويين الناصريين في الجامعة سنة 2005، وكانت تعمل في السرية حتى الثورة لينشئ غطاء حزبيا قانونيا هو حركة الشعب، التي غادر أمانتها العامة لأسباب تنظيمية وسياسية وهيكلية. ومن المغادرة ولد التيار الشعبي ثوريا اجتذبه المد القومي الناصري وأحلام تيقظ الأمة العربية وتوحدها من المحيط إلى الخليج، من النهر إلى البحر. قام البراهمي بتأملات في العمق الفكري للمبادئ القومية الناصرية وانقلاب المعادلات الأقليمية والعربية والدولية، مع مراجعات للأصول والفروع وما حفى بالمشهد السياسي التونسي بعد الثورة ونتاج انتخابات 23 أكتوبر. وبرحيله حدث زلزال سياسي كان من ارتداداته رحيل حكومة الترويكا 2 بعد حوار وطني شاق ووضع خارطة الطريق على شاكلة بوصلة للوصول إلى انتخابات مرتقبة وتولي حكومة التكنوقراط مهامها وعلى طاولتها التزام ببنود محددة. كان يقول عن التيار الذي بعثه قبل ترجله إنه طريق يأتيه الناس، وهو تيار للتضحية ولخيارات صعبة لكنها ثابتة. اغتيل بالعيد أولا وغيب البرهمي تاليا ولحق بهما محمد بالمفتي في قفصة ثانيا. إن القتل غيلة وغدرا ليس وجهة نظر، إنه فعل أعمى. في تقديرات الملاحظين شكل اغتيال قيادي جبهة شعبية عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي شكل منعرجا حاسما في الحياة السياسية، بل لعله أحدث ما سمي بالرجة التي كانت وراء جملة من التحركات بغاية ضمان وحدة الصف والنأي بالبلاد عن أي مواجهات دموية محتملة. الذكرى الثالثة لاغتيال قيادي الجبهة الشعبي عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي قد تعني لعائلته ورفقائه مسيرته السياسية ما سموه بتخاذل السلطة عن كشف الحقيقة رغم كم وعود لم ينتهي. الذكرى الثالثة قد تحيل أيضا على تفاصيل حادثة أثرت في مسار الانتقال الديمقراطي بتونس. جريمة الاغتيال التي حدثت في سياق انشغال عام بموضوع جدل أيديولوجي وسياسي تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي خلقت ما يشبه الصدمة لدى التونسيين وغذت لدى فريق سياسي الاحتقان ضد الحكومة، وكانت آنذاك بأيدي الترويكا برئاسة علي العريض، فكان أن تعالى صوت هذا الفريق المؤلف بين أحزاب المعارضة بعد تشييع محمد البراهمي إلى مثواه الأخير تعالت مطالبة بإسقاط هذه الحكومة. بعد يوم واحد مسيرة حاشدة تنطلق من أمام مقر المنظمة الشغيلة، الصوت ذاته يرفع يوجه أصابع الاتهام إلى حركة النهضة ويكشف عن رفض لما صنف سياستها اللاعقلانية في تعاطيها مع ملفات الجماعات السلفية التكفيرية وإنشائها لما سمي بميليشيات في صيغة روابط حماية الثورة. وفي اليوم ذاته يتم الإعلان عن تأسيس جبهة الإنقاذ الوطني التي تضم أساسا الجبهة الشعبية والاتحاد من أجل تونس وعدد من المنظمات والجمعيات لتكون جبهة ضغط قوية ولتبدأ جملة من التحركات. وأول اعتصام رحيل نفذه نواب هذه الجبهة في المجلس التأسيسي ومؤيديهم بساحة باردو. المطلب كان واضحا، حل المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني على طريق تصحيح مسار الثورة وتحقيق تطلعات شعب للحرية والكرامة. أما من قدموا أنفسهم أنصار الشرعية الانتخابية اختاروا أن يعتصموا في الساحة ذاتها رفضا لما سموه محاولة انقلاب على الحكومة. الاعتصامان أسسا لما قرأه البعض انقساما عميقا في المشهد السياسي التونسي. الانقسام خلق جدلا داخل الترويكا بين اعتماد اصلاحاتنا والدخول في مشاورات الى حين بدايه حوار وطني اطلقه الاتحاد العام التونسي للشغل في مطلع اكتوبر من السنه ذاتها اي 2013. والحوار الذي ضبطته في الواقع خريطه طريق اساسها التسريع بانهاء مرحله الانتقال الديمقراطي نجح في جمع احزاب الترويكا باستثناء حزب المؤتمر من اجل الجمهوريه واحزاب المعارضه حول طاوله واحده على امتداد جولات ماراثونيه تعطلت مرات ومرات من المتصله مثلا بالتوافق حول بعض فصول الدستور. خط التعطل انقطع بالتوافق على المهدي جمعة رئيسا لحكومة التكنوقراط التي تسلمت مهامها مطلع فيفري من سنة 14 و2000 وقادت البلاد إلى انتخابات تشريعية ورئاسية هي الأولى في الجمهورية الثانية.
شهد شارع لحبي بورقيبة مسيرة لحملة مانيش مسامح، المسيرة شاركت فيها جملة من الأحزاب الديمقراطية المعارضة ومكونات من المجتمع المدني، عبروا فيها عن رفضهم لقانون المصالحة المالية والاقتصادية. إعلان حالة الطوارئ الشعبية منعرج جديد لحملة مانيش مسامح والرافضة لمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية، هو إعلان يؤشر على الانطلاق في سلسلة من المبادرات والتحركات المدنية لمناهضة المشروع، وقد انطلقت المسيرة من ساحة محمد علي بالعاصمة. المشروع هذا لأنه ينسف مسار العدالة الانتقالية، لأنه يعطي مسار موازي لمسار العدالة الانتقالية وينسف المسار اللي اتفقت عليه الناس معناها منذ مدة طويلة. أنا راني مانيش مسامحة لا في فلوس بلادي ولا في حق ولادي في الحرية وفي الحياة. نديروا صفية من حقهم باش يروحوا البلاد، من حقهم باش يعيشوا أحرار. لتمتد المسيرة إلى شارع الحبيب بورقيبة، حيث التحقت بها جملة من الأحزاب الديمقراطية المعارضة والرافضة لمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية. احنا مناش مع المصالحة، لكن احنا مع مصالحة حقيقية تمر عبر كشف الحقيقة حول منظومة الفساد، وتمر كذلك عبر المحاسبة والمساءلة. مشروع القانون الحالي هو تصالح مع الفساد وتصالح مع الاستبداد، وليس الهدف منه تفكيك المنظومة، منظومة الفساد. إطار تحركاتنا في تونس وفي الجهات لإسقاط هذا القانون الدستوري، قانون تبييض الفساد والمفسدين أو ما يسمى بقانون المصالحة. ومزنقطوا مع الفساد يزمتيح قانون هذايا عنا قانون عدالة انتقالية فيه المصالحة، لكن فيه محاسبة وفيه المسائلة وفيه رد الاعتبار للضحية وفيه ضمانات عدم تكرار الانتهاكات. هذا الكل في قانون اللي جابوه هنا المرة هذه، ما فيهش حد شيء من هذا كله. تصدر كل محاولة الالتفاف على الثورة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمصالحة الفعلية. نحن مش ضد المصالحة، لكن المصالحة الحقيقية اللي تقوم على المحاسبة واللي تقوم على التصدي لكل محاولة لإعادة منظومة الدكتاتورية ومنظومة الفساد إلى تونس. كما شهد الشارع الرمز شارع حبيب بورقيبة وقفة احتجاجية تحت شعار وين البترول، وقد اتخذت لها إطارا المسرح البلدي بالعاصمة، وذلك يوم الاحتفال بعيد الجمهورية. ومتابعة للاحتفال بعيد الجمهورية في مجلس نواب الشعب، وخلال تصريح عالمي تحدث رئيس المجلس محمد الناصر على ضرورة تكاتف الجهود من أجل الخروج بالبلاد من أزمتها. أحداث الجمهورية التونسية هو حدث كبير في تاريخ تونس، لأنه رجع السلطة للشعب التونسي. الشعب ولا هو مصدر السلطة، وهو مصدر، هو صاحب السيادة وهو مصدر السلطة. هذا المقصود من نظام جمهوري. لكن في يوم كهذا متفكروا طبعا الناس اللي استشهدوا واللي تعبوا واللي ناضلوا من أجل الاستقلال ومن أجل الجمهورية، ولكن قلوبنا اليوم وإحنا في الاحتفال بعيد الجمهورية قلوبنا مع الناس اللي ما وصلهمش الخير متاع الجمهورية، ما وصلهمش الخير متاع الاستقلال. الشبان اللي قراوا وقاعدين بطالة وما أخذوش حظوظهم، ما لقاوش حظهم باش يشاركوا في بناء تونس. شهد معبر راس جدير الحدود بداية من مساء اليوم استئنافا لحركة المسافرين في الاتجاهين بنسق طبيعي بعد توقف منذ الصباح على إثر تعطل ختم الجوازات من الجانب الليبي. استؤنفت حركة العبور بمعبر راس جدير الحدودي من الجانبين مع حوالي الساعة الرابعة مساء بعد أن توقفت منذ الصباح من الجانب الليبي. طالع من طرابلس بالضبط، أنا من ليبيا، شاد توا ويختمونا كيف فتحوا توا في ليبيا. بكري صاير أشكالية شوية ولكنها صلحها إن شاء الله خير. مولنا جوازاتنا وكلهم تمام الحل. هو كان صباح كان مسكرة حسب ما سمعنا، احنا جينا مع الساعة 2 تعطلنا شوية متاع 10 ربع ساعة نص ساعة وتمام تصرحت الحكاية. في زحمة من الجهة التونسية التوانسة، يعني في زحمة. قعدت نستنى قربت 5 سوايع 6 سوايع. والله ان شاء الله ربي سهل وكهو. هذه الصورة بالمعبر الحدودي راس جدير تتوتر خلال الايام الاخيرة بين نسق عادي واخر بطيئة، نتيجة لما يشهده المنفذ الليبي من خلاف بشأن احقية كل جهة مسك زمام تسيير نشاط المعبر.
دخل أهالي مدينة رمادة اليوم في اعتصام مفتوح ببهو معتمدية المدينة مطالبين السلطات الجوية والعسكرية بالكشف عن حقيقة وفاة أحد أبناء الجهة الناشط بالتجارة الموازية في المحروقات على الحدود التونسية الليبية ليلة أمس. وقد أشار في هذا السياق الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني المقدم بالأحسن الوسلاتي في تصريح له أن الوحدات العسكرية العاملة في قطاعي بن قردان ورمادة تصدت خلال الأيام الماضية وليلة أمس لعديد سيارات التهريب وأطلقت النار على عدد منها لم يمتثل أصحابها لإشارات العسكريين بالتوقف. وأضاف أن الأبحاث جارية بخصوص هذه الحادثة لتحليل أسباب الوفاة. محسن مرزوق هو الأمين العام لحركة مشروع تونس، حيث قام المؤتمرون بتزكيته لهذه الخطة بعد انسحاب منافسي هدى سليم ومحمد الترودي، كما تمت المصادقة على اللوائح الرئيسية للمؤتمر بالإضافة إلى لائحة النظام الداخلي وفق ما صرح به القيادي بالحركة عباد الكافي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الذي أضاف أن عملية الانتخاب والمصادقة على اللوائح تمت بالتوافق بين كل المؤتمرين، بما يؤكد حرصهم على بناء حزب قوي وديمقراطي حسب تعبيره. اختتمت أشغال المؤتمر التأسيسي لحركة مشروع تونس اليوم بمدينة الحمامات بعد أن تمت المصادقة ليلة البارحة على النظام الداخلي وبقية أشغال اللجنة لصياغة القوائم النهائية المعروضة على الجلسة العامة للمصادقة على اللوائح. اليوم وصلنا للتوافق، وصلنا إلى قسم مشترك اللي من أجله تأسس الحزب هذايا، الخط لقيناه والتوافق لقيناه، والصعوبات اللي جيت الكل وقع تذليلها، وأكثر من ذلك ما وقعش تذليلها بالانتخاب، وقع تذليلها بالتوافق. ويبدو أن السمة الطاغية على أشغال هذا المؤتمر كانت التوافق بامتياز في كل مراحل هذه الأشغال، ليتصدر فيما بعد محسن مرزوق الأمانة العامة دون المرور إلى عملية الاقتراع بعد انسحاب كل من محمد الترودي وهدى سليم. أنا بالنسبة لي معناها مسؤولية وتشريف في نفس الوقت وتكليف، والمهم نكونوا قادرين إن شاء الله أن نكونوا في مستوى الثقة ونواصلوا العمل اللي بديناه. معنا توا سنوات مش كان في معناها في الأشهر الأخيرة حتى يكون حركة مشروع تونس فعلا ليس حزبا فقط يضاف إلى قائمة الأحزاب، ولكن حزب قادر أن يعطي الإضافة للمواطن. وقد أكد محسن مرزوق في كلمته على ضرورة البدء في تذليل التحديات التي سيواجهها الحزب، مما يحتم بناء لمؤسسات الحزب محليا وجهويا. وسيتم خلال شهر نوفمبر القادم الانتهاء من وضع المكاتب المحلية في كل الدوائر البلدية لانتخاب مكاتب محلية جهوية، والعمل على أن يكون الحزب أول الأحزاب المتصدرة للمشهد السياسي التونسي. وفي ملفاتنا الدولية، أكد القادة العرب في ختام أشغال القمة العربية 27 الالتزام بتطوير آليات مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم العربيين. وقد شاركت تونس في أشغال القمة بوفد ترأسه وزير الخارجية خميس جهناوي. مبعوث الأخبار ومزيد من التفاصيل من موريتانيا. انطلقت أشغال القمة العربية في دورتها 27 بموريتانيا، وقد شارك فيها 7 رؤساء دول وعدد من رؤساء الحكومات وبعض الأمراء والملوك. القمة العربية جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، وتصدر جدول أعمالها ملفات مكافحة الإرهاب وتدعيم العمل العربي المشترك، فضلا عن إعادة إحياء مسار عملية السلام في الشرق الأوسط. الأزمات اللي تشهدها بعض الدول العربية بالذات أزمة ليبيا، أزمة سوريا، أزمة اليمن، تغط في النقاش على جدول أعمال هذه القمة، بحيث أنها رأوا القادة العرب أن هذه القضايا كانت مغيبة ما إلى حد عن دور الجامعة العربية أو عن الموقف العربي. الآن استعادة المبادرة، الحديث عن مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن القومي العربي والقوة العربية المشتركة، كلها قضايا بحاجة إلى آليات للتنفيذ وأجندات واضحة، وليس فقط التصريح لوسائل الإعلام أو حتى الحديث عنها في القمة العربية. إذا ما كان هناك جدولة زمنية لآليات التنفيذ سيكتب لها النجاح، أما إذا ما بقيت كما هو الحال عليه الآن فقط تطرح في القمة العربية أو في الاجتماعات الرسمية لن تجد آذانا صاغية للتنفيذ. تونس التي كانت حاضرة في شخص وزير الخارجية خميس الجهناوي أكدت على أهمية العمل العربي المشترك، خصوصا في مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الدول العربية في مواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة.
أيضا تطرقت إلى كيفية تفعيل العمل العربي المشترك وتقديم الإصلاحات الضرورية على عمل الجامعة العربية. أعتقد في مختلف هذه القضايا في تقدم، في أولا صياغة مواقف، وعلى مستوى الجامعة العربية أيضا فيه يعني التزام من الدول الحاضرة ومن الرؤساء أن الجامعة العربية لا يمكن أن تواصل تشتغل بالطريقة هذه، لابد من ترشيد عملها، من إدخال أكثر ما يمكن النجاعة على أدائها حتى تواكب التطورات التي تعرفها الساحة العربية. وبحسب المتابعين فإن الدورة 27 للقمة العربية لم تخرج عن سياقها المعتاد، من خلال أنها توصلت إلى قرارات هامة في مسائل مكافحة الإرهاب وتفعيل العمل العربي المشترك دون الحرص على تفعيل تلك القرارات على أرض الواقع. ما يبدو أن القرارات التي توصلت إليها القمة العربية في دورتها 27 على غاية من الأهمية، خاصة فيما يتعلق بمواضيع مكافحة الإرهاب والأمن القومي وتفعيل العمل العربي المشترك، لكن يبقى تفعيله على أرض الواقع هو المطلب الأكثر أهمية. مراد لبيض، التلفزة التونسية، نواقشوط. أعلن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذه شاب سوري فجر نفسه خارج مهرجان موسيقي في مدينة أنسباخ بمقاطعة بافاريا جنوب ألمانيا، ما أدى إلى مقتله وإصابة آخرين. هو ثالث هجوم في سلسلة الهجمات العنيفة التي شهدتها ألمانيا خلال أسبوع عاشت على وقعه مدينة أنسباخ من مقاطعة بافاريا جنوب ألمانيا، حيث فجر شاب سوري نفسه خارج مهرجان موسيقي مزدحم في المدينة، ما أسفر عن مقتله وإصابة 12 شخصا. وفي خضم التحقيقات التي تقوم بها الشرطة الألمانية، أعلن ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذه الشاب البالغ من العمر 27 عاما، والذي تقول السلطات الألمانية إنه سوري كان يواجه الترحيل إلى بلغاريا بعد أن تم رفض مطلبه باللجوء إلى ألمانيا. هذا وأعلن وزير الداخلية مقاطعة بافاريا أنه تم العثور على شريط فيديو يعلن فيه منفذ العملية ولاءه للتنظيم، فيما كانت متحدثة باسم شرطة الولاية قد صرحت سابقا أنه من غير الواضح إن كان منفذ الهجوم إسلاميا متشددا. هذا الهجوم وقع في الوقت الذي تواصل فيه السلطات الألمانية تحقيقاتها حول الهجوم الذي استهدف مركزا تجاريا في مدينة ميونيخ وأودى بحياة 9 أشخاص، إذ اعتقلت الشرطة الألمانية مراهقا أفغانيا يبلغ من العمر 16 سنة، تقول إنه صديق منفذ الاعتداء يشتبه بإخفائه خطط منفذ الهجوم الذي تبين أنه ألماني من أصول إيرانية. إجراءات اتخذتها ألمانيا إثر هذه الهجمات ستعزز بموجبها وجود الشرطة في المطارات ومحطات القطارات وتجري عمليات تفتيش في المناطق القريبة من حدودها، كما حث مسؤولون ألمان على إجراء مراجعة دقيقة لقوانين الأسلحة. وقد يزيد الحادث الأخير من الضغط على السلطات الألمانية التي انتهجت سياسة منفتحة جزئيا مقارنة بالبلدان الأخرى في ملف الهجرة واللجوء، وقد يضفي مزيدا من الخوف في صفوف أكثر من مليون لاجئ استقبلتهم ألمانيا خلال العام الماضي، أغلبهم سوريون وعراقيون وأفغان حول مصيرهم المجهول أصلا. في آخر التطورات في تركيا، وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، قال وزير الخارجية التركي إن تركيا ستقيل عددا من السفراء. من جهة أخرى، قالت السلطات التركية إنها أصدرت مذكرات توقيف بحق 42 صحفيا تركيا بتهمة التورط في الانقلاب. لا تزال محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا تلقي بظلالها على المشهد السياسي، ولا تزال حالة الغليان في البلاد سيدة الموقف جراء محاولة الانقلاب. توعد السلطات التركية وعلى رأسهم رجب طيب أردوغان بدفع ثمن بالنسبة إلى من ساهم في هذه العملية لا يزال متواصلا على قدم وساق، توعد طال عددا من السفراء. وقد جاء ذلك على لسان وزير الخارجية التركي مولود شاوش أغلو، الذي قال في تصريح تلفزيوني إن بلاده ستقيل عددا من السفراء على خلفية الانقلاب الفاشل، مشيرا إلى أن علاقات تركيا مع واشنطن سوف تتأثر إذا لم تسلم الولايات المتحدة رجل الدين فتح الله جولن الذي تتهمه تركيا بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشل هذا الشهر.
الصحفيون في تركيا أيضا كانوا من ضمن قائمة الاعتقالات على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة، فقد أصدرت السلطات التركية مذكرات اعتقال بحث 42 صحفيا ضمن حملة للتحقيق في محاولة الانقلاب. وكانت السلطات التركية قد أغلقت بعض المؤسسات الإعلامية عقب الانقلاب، ولكنها المرة الأولى التي تذكر أسماء صحفيين ضمن إجراءات عقابية. تركيا التي أعلنت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر تعيش وضعا جديدا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وضع يستوجب سؤال المرحلة الصعبة، تصعيد أم تهدئة؟ فسيساهم هذا الانقلاب حسب مراقبين حتى وإن فشل في قلب موازين عدة، خاصة على المستوى الدولي وفي الداخل التركي. كثفت قوات النظام السوري قصفها الجوي على مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب وريفها، موقعة أكثر من 20 قتيلا، وذلك عشية اجتماع تعقده الأمم المتحدة بين الجانبين الروسي والأمريكي في محاولة لإحياء مفاوضات جنيف. وفي تطور هو الأول من نوعه منذ أشهر، أدى سقوط قذائف على أحياء دمشق القديمة إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أوضح أن مقاتلي المعارضة السورية المتحصنين في أطراف العاصمة دمشق هم مصدر هذه القذائف. في أخبار الرياضة، سيكون النجم الساحلي أمام ضرورة الانتصار على الأهلي الليبي في المباراة التي ستجمعهما غدا انطلاقا من الساعة 7 مساء بملعب شادي زويتين، حتى يبقى على الأمل في التأهل للدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وكان النجم الساحلي انتصر في مباراة وتعادل في واحدة وانهزم في أخرى، ويحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية بفارق 3 نقاط عن المتصدر الفتح الرباطي الذي يلاقي يوم الأربعاء القادم الكوكب المراكشي صاحب المرتبة الثانية. تغلب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على انتر ميلانو الإيطالي 3 أهداف لهدف في مباراة جمعتهما صباح اليوم ضمن مسابقة كأس الأبطال في كرة القدم المقامة منافستها بالولايات المتحدة الأمريكية. وسجل لايمن كوزو وسيرج أورياي في مناسبتين أهداف باريس سان جيرمان الثلاثة، فيما تحقق هدف انتر ميلانو الوحيد بواسطة ستيفان جوفيتش من ضربة جزاء. في كرة المضرب، توجت البريطانية جوهانا كونتا المصنفة 18 عالميا بأول لقب في مسيرتها عندما فازت ببطولة ستانفورد الأمريكية بانتصارها في المباراة النهائية على الأمريكية فونيس ويليامز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. وفي صنف الرجال، فاز الفرنسي غايل مونفيس باللقب السادس في تاريخه بعد تتويجه بطلا لدورة واشنطن الأمريكية لكرة المضرب إثر تغلبه في الدور النهائي على الكرواتي إيفو كارلوفيتش بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. إلى الثقافة الآن، يقترح مهرجان قرطاج فضلا عن العروض الموسيقية مساحات للتفكير وتبادل الآراء. صباح اليوم كان يوسف زيدان الباحث والروائي المصري الذي لم يلتزم موقفا سلبيا مما يحدث حوله وكان صاحب كلمة ورأي، يوسف زيدان تحدث كما لم يتحدث عن دور المثقف في دحر تلك البشاعة التي صارت تحدق بالفكر وتعصف بالجبال. كان صباحا هادئا، رتبه مهرجان قرطاج الدولي ليكون للفكر وللتبادل مكان. إحدى هذه الصباحات أطل فيها الدكتور يوسف زيدان بحكمة المطلع والمدقق، وهو المتابع بشغف لما يحدث في العالم العربي. يوسف زيدان صاحب رواية عزازيل والتي طبعت أكثر من 20 طبعة ونالت جائزة البوكر وغيرها من التقديرات العالمية، استفاض اليوم الذي يوافق عيد الجمهورية ليتحدث عن تونس ومصر عن نقاط التباين والتوافق، متوقفا عند دور المثقف لما سقطت العروش الورقية للنظام خلال الثورة، فلم يترك فراغا يستفيد منه صانع الخرافات والمستغلون للعامة من الناس. هذا يدعونا إلى دعم وتقوية الجانب الثقافي، لأنه هو الذي سيعفي ويرحم مجتمعاتنا من اجتياح موجات التخلف، هو الذي سيرفع مستوى الوعي العام فيرشد الحركة الديمقراطية، هو الذي سيعلم المواطن الاحترام لنفسه فلا يجرؤ حاكم أن يستبد به.
وحتى لا نكرر الفجيعة فجيعة الدم والقتل التي يمسي عليها العالم ويصبح يعتبر الدكتور يوسف زيدان أن الأزمة في العالم الآن أزمة سيطرة جماعات إجرامية تسمي نفسها تنظيم داعش، باعت نفسها للذاتها الروحية والحسية ولا علاقة لها أصلا بالدين، وهي جماعة تسعى لاجتياح العالم، وكان الإعلام أبرز أداة مسوقة لها، مضيفا ليست هناك أي قضية تبرر قتل طفل باسم الدين، وتمركزها في العراق وسوريا سببه التصحر الفكري والذي خلفه التضييق على المثقفين. الثقافة عندما ضعفت في بلاد مسحت هذه البلاد من الخارطة، وعلينا أن نعي هذا الدرس وأن نقوي من استحكاماتنا الاجتماعية والوطنية عبر الاهتمام بالثقافة بمعناها العام، بالمثقف وبالكتاب، بالمنتج الفني، بمن يقدمون فنا رفيعا، بمواجهة الخرافة المستشرية وهي الأسهل طبعا انتشارا بالعمل الثقافي الجاد. هذه من الصباحات التي انتصر فيها الأخضر على الأصفر بحضور قامتين فكريتين وهما الدكتور يوسف زيدان ويوسف الصديق، صباحات أينعت فيها شجرة الفكر لتفكك واقعنا وتطرح ضوءا ما وسط الطريق. إذن مشاهدينا الكرام بلغنا نهاية النشرة، لكن قبل ذلك نعود للوضع في مدينة رمادة التي دخل أهليها اليوم في اعتصام مفتوح بباهو معتمدية المدينة، حيث طالبوا السلطات الجهوية والعسكرية بالكشف عن حقيقة وفاة أحد أبناء الجهة الناشط بالتجارة الموازية في المحروقات على الحدود التونسية الليبية ليلة أمس. ومعنا مباشرة من رمادة مراسل الأخبار خميس بوبطان. خميس، ماذا يمكن لك أن تصف من تطورات الوضع هناك؟ مساء الخير خميس، تفضل. إقبال، كما ذكرت منذ قليل دخل أهالي معتمدية الرمادة في اعتصام مفتوح في مقر معتمدية الرمادة، ولكن هذه المدينة يسودها الآن هدوء حذر هذا المساء التي شهدت هذا اليوم إضرابا عاما توقفت فيه الحركة الاقتصادية تماما في هذه المدينة بعد ليلة من الاحتجاجات من قبل الأهالي على وفاة أحد الشبان في المنطقة العسكرية فيصل عبد الحق وإصابة شخص مرافق له. هذه الاحتجاجات كذلك أصيب خلالها شاب آخر وسط معتمدية رمادة برصاصة في رجله، وما زال يقيم الآن في مستشفى جهة تطاوين الجهوي. هذه الحادثة إقبال أعادت من جديد الحديث عن الغياب منوال تنموي حقيقي بالمنطقة يوفر المواطن الشغل. نعم، هل ما زال الأهالي معتصمون الآن في بهو معتمدية؟ نعم، ما زالوا إلى حد هذه اللحظة في اعتصام مفتوح في بهو مقر معتمدية رمادة. نعم. مع تواصل الإضراب العام المفتوح حتى توصل إلى معرفة الحقيقة الكاملة حول وفاة الشاب فيصل عبد الحق. إشارة فقط إقبال بد من تمريرها على لسان هؤلاء المواطنين استياءهم الشديد لما تردد في بعض وسائل الإعلام عن حصول تبادل إطلاق نار بين قوات الجيش والمواطنين في المواجهات ليلة الماضية. هؤلاء المواطنين يقولون أنهم مواطنون عزل لا يملكون الأسلحة، بل كانت احتجاجات سلمية أمام مقر سكنة الجيش بمعتمدية رمادة. أشكرك خميس بوبطان مراسل الأخبار في رمادة، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات. وذكر أن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني المقدم الحسن الوسلاتي في تصريح له أكد أن الوحدات العسكرية العاملة في قطاعي بن قردان ورمادة تصدت خلال الأيام الماضية وليلة أمس لعديد سيارات التهريب وأطلقت النار على عدد منها لم يمتثل أصحابها لإشارات العسكريين بالتوقف. وأضاف أن الأبحاث جارية بخصوص هذه الحادثة لتحليل أسباب الوفاة. إذن انتهت النشرة مشاهدينا الكرام، والتذكير بأبرز عناوينها. في الذكرى 59 لعيد الجمهورية، احتفال رسمي بمجلس نواب الشعب وسط عزم على تكريس مبادئ الجمهورية وتجسيد قيم الديمقراطية. عودة حركة المسافرين عبر معبر راس الجزيرة الحدودي مع ليبيا بعد توقف لساعات إثر تعطل ختم الجوازات من الجانب الليبي.
القمة العربية 27 تختتم عملها بتأكيد العزم على توحيد الجهود من أجل مكافحة الإرهاب ومركزية القضية الفلسطينية. كما نذكر مشاهدينا الكرام أن 326 يوما مرت على اختفاء الصحفيين سفيان الشرابي ونذير الكتاري في ليبيا. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.